السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أميز بين will و going to، متى أستخدم will ومتى أستخدم going to. إذا جينا من ناحية الترجمة، will بمعنى سوف و going to بمعنى سوف. قبل أن نبدأ في شرح الفرق بين ما في المعنى، أما من ناحية الجرامر، am و is و are تسبق going to، يعني going to دائما تسبق بماذا؟ ب verb to be. بعد going to or will الفعل في ال V1 او بالبيس فورم، يعني المصدر المجرد من اي اضافه، لكن احنا اليوم راح نميز من ناحيه المعنى، متى استخدم will ومتى استخدم going to. will عندما لا يوجد دليل، نستخدم عندما لا يوجد دليل، no evidence. اما going to عندما يوجد دليل، عندما يوجد ماذا؟ دليل. راح نشوف الجمل هي التميزنا من ناحية الاستخدام والمعنى. هل will أستخدم will ولا أستخدم going to؟ الجملة الأولى number one، she is tired، هي متعبة. she فراغ sleep early tonight، هي سوف تنام باكرا هذه الليل. هل يوجد دليل؟ أستخدم going to. هل يوجد لا يوجد دليل؟ أستخدم will. من ناحية هذه الجملة يوجد tired، التيرد هو التعب، هي تكون متعبة، إذا يوجد evidence، يوجد ماذا؟ دليل، يوجد ماذا؟ دليل، إذا لازم أستخدم مع الدليل going to، وإحنا going to تسبق بـ am أو is أو are، she should تأخذ is going ماذا؟ to، وبعدها الفعل بالbase form بالمصدر، she is going to sleep out tonight، هي سوف تنام باكرا. الدليل إنه الدليل انه في عندنا كلمة تيار متعبة، هذا الدليل انه استخدمنا going to. الجملة نمبر 2، I فراغ travel to London، انا سوف اسافر الى لندن، في عندي دليل؟ لا، الجملة مفتوحة، ربما اسافر بعد شهر، شهرين، سنتين، او ربما لا اسافر، لذلك ماذا استخدم؟ will. تمام؟ I will travel to London، انا سوف اسافر الى لندن. الجملة نمبر 3، I have a ticket، انا لدي تذكرة، تذكرة. تمام؟ عندي تذكرة. I فراغ travel to London، أنا سوف أسافر إلى لندن. هنا لا يوجد دليل، أما هنا يوجد الدليل، أنا ماسك تذكرة الطيارة، يعني في موعد محدد لسفري إلى لندن، في دليل، لازم أستخدم ماذا؟ going to. I شو تأخذ؟ am going to travel، الفعل في المصدر، travel to London، أنا سوف أسافر إلى لندن، أنا سوف أسافر. الدليل في عندنا التيكت البطاقة. الجملة نمبر 4، I think، من شفت كلمة think استخدم will، أعتقد ربما يصير أمر، it will rain، إنها سوف تمطر، لأنه لا يوجد دليل، it will rain، لا يوجد غيوم ولا أعتقد بأنها سوف تمطر. أكرر، الفرق بين will و going to بسيط جدا، will إذا لا يوجد دليل، going to إذا يوجد دليل. في الجملة الأولى she is tired، هنا التعب متعب، في دليل، استخدمنا going to. الجملة الثانية لا يوجد دليل، استخدمت will. الجملة نمبر 3، عندي تيكت بطاقة، الحدث بده يصير، استخدمت going to. المهم أعتقد أنها سوف تمطر، لا يوجد غيوم ولا يوجد عاصفة ولا يوجد رياح، أعتقد أنها سوف تمطر، I think it will rain. إذا هذا هو الفرق بين will و going to، كلاهما بمعنى سوف، وكلاهما يدل على المستقبل، وكلاهما يأتي بعدهما الفعل بالمصدر، لكن يوجد اختلاف في المعنى. will إذا لا يوجد دليل، و going to إذا يوجد دليل. أرجو أن تكون قد استفدتم من هذه المعلومة، ولا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المدرس صالح حاجي من مدينة مرسين في تركيا. good luck، see you.